البوليس عيط عليهم جريسون ديال الكار وقال لهم الكار اللي كان جاي من الدار البيضاء وغادي للقنيطره. قالوا لي مالو؟ قال لهم ما تقولوش لي مالو، راه لقيت فيه قفه. قالوا لي ود القفه اش فيها؟ حشيش. قال لهم لا خضره. قال لهم لا. قالوا لي ود القفه اش فيها؟ قال لهم ما تسولونيش اش فيها، راني ما قادش نقول. وبالفعل فجوا البوليس وشافوا اش فيها، عرفوا الجريسون. علاش ما قدش يقول لهم شنو اللي كاين في القفه؟ وبطبيعه الحال القصه ما كنصحش بها شي واحد قلبه ضعيف وعنده قل من 18 عام. قضيه ديال اليوم غادي تمشي بينا للمحطه ديال القنيطره. واحد الكار شاد الطريق من دين الدار البيضاء وغادي للقنيطره، وداك الكار من نوع ديال الكيران اللي كيبقى غادي يهز في البلايص باش توصل على سيمانه. الطريق كامل هو غادي وكيبلاصي على الجل باش يطلع شي واحد ولا ينزل شي واحد. المهم الكار بقات لي شي 42 كيلومتر عاد شو وصل القنيطره، وكيف العاده شي اللي واحد سيد ومراته وقفوا الكار في الجنب ديال الطريق حتى يطلعوا دوك الناس. ملي كانوا كيقلبوا على شي بلاصه زحمتهم واحد القفه في الطريق، عيطوا على الجريسون حيد عليهم. جريسون هز ديك القفه وبدا كيقول وديال من هادي ديال من، حتى شي واحد ما جاوبو. ويقول مع راسو اكيد مواليها نزلون سوا. هبط الجريسون تحت في البلاصه اللي تيكون فيها الباجاج في الكار وحطهم فيها وطلع بحالاتهم. الكار وصل للقنيطره في امان الله. كان 9 ديال الليل، الناس نزلوا بحالاتهم والكار شد النوبه باش يعاود يشارجي الناس اللي غاديين من القنيطره للدار البيضاء، وهذا هو السيستم ديال ديما. جريسون كان عيا ونزل البلاصه ديال الباجاج اللي في الكار تحت باش يرتاح شويه. بمعمل الكار بالمسافرين اللي قاصدين مدينة الدار البيضاء يلا حط راسو على المخده ويبدا يشم شي ريحه ماشي تشلي، معرف منين جات حيت كان شي باجاج شما. كان مع راسو معرفش هاد الناس اللي تيسافروا باللحم والدجاج وفين غاديين بهادشي. بدا كيقلب وهو معصب حيت الوقت اللي كان باغي يرتاح فيه صدق مضيعو غير هكا. بقى كيقلب حتى وصل القفه اللي فيها الريحه، غير حل ويتصدم ديال بصح لقى يدين ورجلين ديال بنادم. خرج البلاصه دور البوليس ومصدوم، غير واحد شويه وصل البوليس واول واحد سقسه هو الجريسونيت. عاود ليهم على كلشي بلي شي حد خلاه في الكار تحت الكرسي، وباللي الريحه هي اللي خلاته يقلبها، وباللي غادي تكون جايه من مدينه الدار البيضاء. بوليس صيفط القفه مستودع ديال الاموات وتوصل البوليس ديال الدار البيضاء، عاودوا لهم كلشي وباللي القفه اكيد جايه من ديك المدينه، وباللي اللي دار هاد الفعله يمكن الهدف ديالو ديك القفه اللي صيفطها في الكار ديال القنيطره غير باش يبقاو البوليس كيقلبوا على موالاه في القنيطره بخيم هو البوليس. وفعلا غير شي ايامات هما يلقاو البوليس ديال الدار البيضاء واحد الشخص اللي غيكون في عمر ديالو 60 عام، لقاوه مطعون في الدار ومحيدين ليه يديه ورجليه. البوليس قلبوا ديك البلاصه مزيان وما لقاو والو. دوروا البوليس ديال القنيطره وقالوا ليهم راه لقينا واحد الشخص بالاطراف، وداك الراجل كان كبير شويه في العمر. من بعد الفحص اكتشفوا باللي الاطراف فعلا ديال داك الشخص اللي كانت في الكار، ومن خلال البصمات قدروا يعرفوا الهويه ديالو والبلاصه فين كيسكن. قصدوا الدار ديالو في البلاصه، خرج ليهم ولدو وقالوا ليه واش انت هو فلان ولد فلان؟ قال لهم اه هو انا ياك لاباس. قالوا لي فين هو باك؟ قال لهم السيام هادي ما جا للدار ومشي من عوايد ويبات في شي بلاصه اخرى، داكشي علاش مشيت ديكلاريت عند البوليس. قالوا لي واش باك خدام؟ قال لهم لا براجل كبير وصحته على قد الحال وانا ما نخلي ما ندير عليه. قالوا لي شنو هي البلاصه اللي تمشي لها باك؟ قال لهم غير الجامع والقهوه مره. قالوا لي واش غادي نقولوا لك؟ راه لقينا باك مصفينا ليه. السيد صدم بزاف وبقى غير كيبكي. البوليس مشاو عند خوتو كاملين وسجبوهم واحد واحد، ولكن ما لقاو عندهم حتى شي معلومه ولا دليل، وما كملاش حتى شي سيمانه. عاود وصل بلاغ البوليس ما عندش شي ناس على قضيه ديال تصفيه اخرى. عاوتاني البوليس دغيا قصدوا ديك البلاصه، لقاو شخص مصفينا ليه حدا الحانوت ديالو ودايرين بيه بزاف ديال الناس ومعاهم ولدو. يوقع لي داكشي مصدوم وكيبكي. كان هذا اللي مصفينا ليه عنده تقريبا واحد 70 عام، وكانوا مقطعين ليه يدو ومليوح تمايا. البوليس سقسوا ولد الضحيه قالوا لي واش هذا باك؟ قال لهم اه عرفوا منه باللي باه كيبيع فيه مواد غذائيه، كيضل فيه من الصباح حتى العشيه عادي كيسدو ويرجع بحالته لدارو. قال لهم ولد الشخص اللي مصفينا ليه الوليد اليوم تعطل علينا بزاف، وخرجت نطلع عليه حتى كنلقى الجوقه ديال بنادم دايرين بيه. البوليس عرفوا باللي الضحيه غير سالا خدمته، دار رزقه وجيبو سد المحل وكان راجع للدار. جا شي حد غفلو من اللور وطحنو في الدار وصفى عليه ودار فيه ديك الحالة،
وكان سارو ديال المحل مرمي تما حدا، والفلوس كانت باقا في جيبو، يعني هذا لصفالي مش على قبل الشفرة. لا، كان الشخص الأول والثاني للقوم يتيم جوجهم كبار السن وجوجهم طعونين في الدار بنفس الطريقة. عائلة الضحايا بجوجهم قالوا البوليس بلي الضحايا ما كانت عندهم حتى شي عداوة مع شي واحد، وكانوا داخلين سوق راسهم. البوليس هنا يعرفوا قضية بلي صعيبة حسموا الفعلة واحد، وهادشي اللي كيديروا مش عادي، يعني إلا ما لقاوش أسرع وقت غادي يبقى غير ديزو يصفي على عباد الله الأبرياء البوليس في الأول منطقة. والتحقيقات كانوا 24 ساعة على 24 ساعة، ولكن ما لقاو حتى شي دليل على شي واحد، والفعلة ما كانش كيخلي البصمات ديالو في حتى شي فعلة. وهادشي زاد الضغط على البوليس بزاف خير شي يامات، وعاود وصلوا واحد البلاغ البوليس على قضية أخرى، يعني الثالثة. البوليس طارو في البلاصة لقاو تاني راجل كبير في العمر مرمي حدا واحد الباركين، وحتى هو مصفين عليه بنفس الطريقة ومضروب من الدار. وهنا يعرفوا بلي السيناريو كيعاود يتكرر بنفس العملية وفي نفس المنطقة. البوليس ما خلوش شي واحد من العائلة ديالو ولا الجيران ولا صحابهم إلا واستجوبوهم، والو، نار حملة على قداف ديك المنطقة، ناس مخلوعين، اللي غير تلفت واللي جاي تلفت، ما بقى حتى شي واحد في المنطقة عايش وهاني، كل شي مخلوع، والشي كيسول شي أمضرة، وشدهم الفعلة ولا لا؟ والجواب الوحيد اللي كاين لا لا، هاد الساعة مازال ما شدوه، ولو مسمين على دمو الفعلة قطع اليدين، دز شهرين على هادشي. عاود وصل البوليس بالاخر الرابع نفس المنطقة، بوليس قصدو البلاصة عاوتاني، مصيبة واش من المصيبات، مسخوط هذا اللي كيدير هادشي. قاو الدرب كامل مجموعة تما، ولد الضحية طيح كيغوت وحدة واحد البلاستيكة عامرة بدم. بوليس قلبو البلاستيكة لقاو فيها يدين ورجلين البنادم. سولو ولد الضحية كل يوم هو كيغوت هاد الأطراف ديال الوالي. سقسو البوليس كيفاش وقع لي هادشي، قال لهم بلي ديما كيخرج كيجلس حدا الدار ويشرب، حيت كان مبلي بالشراب شوية، خرجنا نطلو عليه ما لقيناش، وماشي من عويدو إلا شرب يمشي لشي بلاصة من غير الدار. مشيت نقلب عليه وسولت عليه الناس ديال الدرب، ما لقيتش، ورجعت بحال هادشي للدار، وأنا راجع كتبان لي يد الميكة مرمية قدام باب، والباقي راكم شفتوه. وهادشي كامل طراق في أقل من نص ساعة، يعني مول فعلا ساكن في نفس المنطقة. بوليس بقاو كيسقسيو الناس والجيران واش كان جالس مع شي واحد فاش كان كيشرب، قال لهم واحد السيد شفتو جالس مع واحد الراجل كبير في العمر تشويه، خليتهم كيهضروا مع بعضياتهم مشيش بحال هادشي. قالوا لي البوليس واش كتعرفو، قال لهم راه كلشي في الدرب كيعرفو، راجل كبير في العمر داخل سوق راسو وعايش غير بوحدو من بعد ما ماتت مراتو مودو هادي، وما عندو لا وليدات لا حتى شي حاجه، خدام كيبيع جافيل وهو من الناس كيترزق الله. هادشي اللي كاين. قالوا لي البوليس وشنو اللي شفتي مازال، وقال لهم هادشي اللي شفت، خليتهم مجموعين ومشيت بحال هادشي نقضي خراطاتي. السيد كانت باينه فيه مخلوع، سمع يكون هو البوليس شكوا فيه، شكوا فيه وشكوا حتى في مول جافي. هنايا البوليس داو ديك خونا سجبوه وقصدوا مول جافي، ولكن ما لقاوش، سقسوا عليه الجيران قالوا لهم نفس الجمله، راه كيخرج يبيع جافي مع السيد الصباح وما كيجي حتى العشيه. قالوا البوليس كيتسنوا فيه حدا الدار حتى 12 ونص ديال الليل، هذا كيبان لهم سيد راجع وجار كاروسو. قالوا لي اجي انت شافي كنتي، قال لهم كنبيع جافي. قالوا لي كتبيع جافي مع صباح حتى 12 ونص ديال الليل، شكون اللي شرب عندك الجافي في هاد الليل؟ قال لهم لا لا وليداتي راه كنت كنرتاح شويه في القهوه ودابا عاد جيت، علاش هيك ما كاين باسه؟ قالوا لي يلا كاع ورينا فين جات هاد القهوه، وفعلا داهم واحد القهوه وقال لهم راه هي هادي. القهوه كانت مسدوده، بقاو البوليس كيدقوا ربما يكون فيها شي واحد باش يقول لهم اش كاين. شافوا واحد العساس اللي كان قريب منهم، قال لهم راه ما كاين حتى واحد في هاد القهوه، امولا راه كيسدى مع 9 ديال الليل وكيمشي بحالاتو. غير قال العساس هاد الهضره للبوليس، وهو يبقى هذاك مول جافي غير كيدور في عينيه. دو الكوميساريه في البلاصه وضغطوا عليه ديال بصح في التحقيق، ومشاو للدار ديالو ولقاو البقايا ديال الدم، وهنا خلوا لي فين الزي. هنا يا السيد شاف شعيا ويقر لهم كل شيء، وقال لهم بلي هو اللي صفى هذوك الربعه. وفاش سقسوا البوليس كان السبب اللي خلاه يرتكب هادشي،
مش عمرو كانت عندهم مع شي عداوة ولا شي حاجة؟ قال ليهم لا، ما بيني وبينه حتى شي حاجة، حتى شي عداوة، خير كيعجبني الحال وكنستمتع فاش كنصفي على البنادم. السيد طلع مريض، مريض بهذا الفعيل اللي كيدير، ومن بعد تحقيق معاه وطلع ونزول في المحكمة، ومن بعد مدة عايش حكم على خونا بالإعدام. ويسهل كتر.